الحمد لله والصلاة والسلام على الله معنا سؤال هذا مرقى وليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت قوي أركي السيدة دا السلام يا وبرامج كي أكون بالصليل إن كهد لي لني أنا دا برامج كا وحاوله الرئياء وهذا نلفر يا ولا الكريم حسين فيفا وكهد لي دوانا جعيلك قولك كهر يا كذب وحي جعيل عدا كده كده وده إن شاء الله عفوا رالي هذا موضوع أوله الرئي وجعيلك قولك كهر يا كذب وحاكم حيقا لنيرادة يا سوشيال ميديا وجيدين دول إن شاء الله تبارك لاتو لنيرادة محمد عمر محمد بن عمر وحاكم سيحيق دونتا لنيرادة يا لبسك لبسوا على اليد وباهين نقاطا وفافاين دون إن شاء الله وفافاين دون تا أستاذ فردوسة تقادر وحاكوس إيج دون لن يرادا يدين تا شيخ محمد شيخ إبراهيم كنياوي إنت أنا قد قلين برنامج كا وحاكوس في فرانينا أيضها قرآن كريم كا وحنا نقل دون عبد العزيز فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء السماوات
السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.